يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. تحيه للجمهور الاهلي العظيم، وكلمه الحقيقه يعني اعنيها بكل ما تحمله من معاني، جمهور عظيم وسر من اسرار عظمه الكيان هو جمهور النادي الاهلي اللي ابدا لا يتوانى عن مسانده ناديه وعن مسانده فرقته وعن مسانده نجومه، وده يمكن ملمح بسيط جدا من الملامح اللي ظهر في اليومين الاخيرين، تحديدا طبعا بعد الواقعة الشهيرة بين فضل وكهربا. مساندة جمهور النادي الأهلي أعتقد كانت واضحة للجميع، وده شيء الحقيقة دايما بنقول إنه الجماهيرية والشعبية وحب الناس شيء دايما لا يقدر بمال. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة يعني كلنا مبسوطين الحقيقة بالدعم اللي شفناه من جمهور طبعا النادي الأهلي، يعني الدعم اللامتناهي من جمهور النادي الأهلي بعد موقف طبعا كابتن كهربا وكابتن محمد فضل لا يقدر بثمن فعلا. لما حسوا جمهور الأهلي أن كهربا مظلوم وهيتعرض لظلم أكتر من اللجنة الخماسية، جمهور الأهلي ضرب مثال ولا أروع في الدفاع عن لاعب من لاعبي النادي الأهلي. عظمة الأهلي وقوته وقوة جماهيره اللي لما حست بتعرض لاعب عندهم للظلم انتفضت والدنيا اتقلبت ومحدش قدر يجي على اللاعب ده. وأكبر مثال إن وجود أي لاعب في الأهلي ده أكبر مثال الحقيقة إن وجود أي لاعب في الأهلي بيمنحه قوة رهيبة، وإن القصة مش فلوس. ممكن نروح لأي نادي تاني وناخد فلوس أكتر، لكن عمرنا ما هنلاقي دعم وحب جمهور بحجم جمهور الأهلي. وشوفنا في أزمة كهربا الأخيرة طبعا زي ما قلنا خير مثال لكلامنا ده. قصة كهربا وكابتن فضل خلصت لكن فيها دروس كتير قوي، لو ركزنا فيها هنوصل لنهاية واحدة، إن النادي الأهلي نادي عظيم وجمهوره يدعو للفخر. واخيرا وليس اخرا، الفلوس مش كل حاجه، والتاريخ عمره ما بيتكلم على عقد لعيب، لكن بيتكلم دايما وابدا عن تاريخ اللاعب ده وما حققه من بطولات مع فريقه.